طيب كل سنة وانت طيب يا هاني، كل اخبارك سنة ايه؟ طيب. الحمد لله تمام، الحمد طمني على لله صحتك، اخبارك ايه؟ كله بخير، احنا ملتزمين في الحظر اهو، يا رب ان شاء الله الايام دي تعدي كده على خير، ويبقى في شهر رمضان كده الامور تبقى افضل ان شاء الله. يعني باذن الله. كان 250 الف جنيه، الف دولار طالبها المدير الفني قبل ما يمشي يانبسكي، والنهارده اتحكم من الاسماعيلي انه مش عليه فلوس. عايز اعرف ايه التفاصيل، كانت ايه المشكله اصلا وخلصت ازاي؟ هو طبعا هو المدرب بعد لما انت فاكر كان تم ايقافه من مجلس الاداره قبل لما يمشي، يعني هو كان ليه مرتب شهر، كان نادي الاسماعيلي اوريدي عرضوا عليه، ولكن هو سافر وعمل شكوى هناك في الاتحاد الدولي، كان بيطالب بقيمه عقده بالكامل متضمن طبعا الشهر اللي هو كان مستحق ليه، اللي هو كان اخر شهر عمل بيه يعني. فطبعا احنا ساعتها كنا خدنا الاجراءات القانونيه في الوقت ده بدري، لان انت عارف الحاجات دي بيبقى مهم ان انت من ساعه لما تبتدي، يعني من تمام. ساعه لما هو بعت لك الانذار وبعد كده عمل الشكوى، بيبقى الامور دي كلها مترابطه ببعض وبيترتب عليها النتيجه النهائيه. والتأخير بيضر موقف الفريق أو موقف أي نادي. اكيد، لان انت آه كل خطوه بتعملها بتفرق التوقيت بتاعها طبعا، تمام. فاحنا يمكن مع النادي خدنا خطوات استباقيه في هذا الموضوع، طبعا مع مجلس الاداره المهندس ابراهيم عثمان، وكان في تحرك بشكل سريع، والمستشار محمد الكلايه كمان، وقدرنا ان احنا بعد كده الفيفا طبعا لما بعتت الشكوى لنادي الاسماعيلي قمنا بالرد عليها وبتقديم طبعا بعض المستندات والدفوع القانونيه، اللي في الاخر اقرت ان المدرب لا يستحق التعويض اللي هو كان بيطلبه من نادي الاسماعيلي. هو ده ما كانش شرط جزائي؟ لا، هو كان بيطلب طبعا المرتب بتاعه زائد قيمه عقده اللي هي متبقيه، كانت انت عارف عقده كان فيه سنتين، يعني كان الموسم اللي ماضي والموسم الحالي كمان، ايوه. فكان عنده في عقده، فهو كان بيطالب بقيمه عقده المتبقي من النادي الاسماعيلي هو حوالي تقريبا 250 الف دولار تمام. بالغرامات بكله. وفي الاخر النادي الاسماعيلي طبعا برضو يعني زي ما قلت لك عملنا اللي هو الرد القانوني، ولكن بيبقى جزء مهم غير الرد القانوني كمان النادي نفسه اتصرف ازاي من تمام. الاول في هذا الموضوع. طبعا كان في رد على المذكره، ويمكن كمان تم تقديم برضو زي شكوى مضاده ضده بحيث ان هي تدعم موقف الاسماعيلي بشكل اكبر. تمام. وكان في فتره اللي فاتت كان في زي مفاوضات مع المدرب، يمكن هو طلب كان مبلغ مثلا للتسويه حوالي يمكن مش فاكر تقريبا 80 الف دولار او مبلغ زي كده، بحيث انه يساوي قبل الحكم يعني، ولكن طبعا ساعتها احنا في النادي الاسماعيلي يعني رفض التسويه، لان احنا كنا واثقين من موقفنا القانوني في القضيه، وبعد استنينا النتيجه والحمد لله ان طبعا طلع القرار لصالح النادي يعني. تمام. طيب يعني ببارك لك على نجاح القضية، وببارك طبعا للإسماعيلي وجمهوره، ما كانش أكيد يعني مستني أي قرار يكون يزود من أي مشاكل مادية في الفترة دي، فمبروك نصر. الله يبارك فيك، شكرا، ربنا يخليك. في سياق متصل قبل ما أقفل بقى معاك، أكيد يعني مش متصل قوي لكن سياق برضو مرتبط بالقضايا والأمور الخاصة بالفيفا، قصة حمدي النجاز. يعني من وجهة نظرك، بما إنك كنت يعني موجودا فيها في بدايتها، إيه أسباب وصول الحكم الأولي على الزمالك بأنه يدفع الغرامة الكبيرة دي مع التهديد بالإيقاف لفترات 3 من القيد؟ بص يعني انا ما كنتش موجود في اولها ولا حاجه، آه يعني القضيه ممكن تكون كان في تكليف لمحامي اخر من النادي الاسماعيلي بيها، من سوري من نادي الزمالك بيها لحد محامي اخر يعني، ولكن بشكل عام موضوع اللي هو ايقاف القيد اللي هو بيطلع بيتقال ان هو في ايقاف قيد لنادي الزمالك، هكلمك بشكل عام في يعني وفقا للوائح الفيفا. تمام. الفتره اللي فاتت احنا كان في مراجعات كتيره للوائح الفيفا، وازاي ان انت يبقى في مثلا عقوبات زياده على اللاعبين اللي بتهرب او على الانديه اللي ما بتلتزمش، ايوه ومن ضمن الحاجات علشان الانديه تلتزم بدفع المستحقات للاعبين او للمدربين لو في حكم عليهم، فبيبقى في عقوبه مؤقته ان انت تتمنع من التسجيل لعيبه جدد لمده 3 فترات قيد لو انت عليك مبالغ ما دفعتهاش. ايوه زي بالظبط عارف ان عندنا في الاتحاد المصري لما بتلاقي في احكام بتلاقي ان انت نادي موقوف من القيد، ولو ده بسبب ان انت عليك مستحقات للعيبه، مظبوط. ولما بتدفع المستحقات دي بتأيد اللعيبه. ايوه فهي نفس الفكره اللي تم تطبيقها في الفيفا، ويمكن هنا برضو يبين لك ان انت ازاي هنا في مصر بتبقى واخد مثلا اجراءات معينه بتبقى سابقه كمان عن الوضع في الاتحاد الدولي. ده يمكن تعديل جديد الاتحاد الدولي عمله، فبالتالي العقوبه اللي موجوده مش عقوبه ثابته على نادي الزمالك بالنسبه لمنع القيد، لا دي عقوبه بتبقى موجوده لو انت انهيت الموضوع، سواء مش شرط ان انت تدفع طبعا، لسه ده حكم في الفيفا، اكيد نادي الزمالك من حقه ان هو يستأنفه ايوه قدام المحكمه الرياضيه، وبيبقى في قضايا كتير لما بتروح بعد كده للمحكمه الرياضيه ممكن تتغير. يعني تمام. فاكر مثلا رزلاء اوتوميوسي مثلا لعيب نادي الزمالك قبل كده كان طالب برضه 1,200,000 دولار تعويض من نادي الزمالك،
وبعد كده لما حصل الاجراءات القانونيه في الاخر اترفضت. مظبوط. فممكن حاجات كتير تتعدل بعد كده للاستئناف، وفي الاخر بيبقى انت لازم ان انت تلتزم بدفع المبلغ، والا ممكن يبقى العقوبه اللي هي بتاعت منع القيد دي، وبيترفع اول لما تدفع انت الفلوس اللي عليك. انت قلت من شويه ان الاسماعيلي خطواته كانت سريعه يعني كقضيه، وده ادى الى نجاحه. هل الزمالك خطواته كانت بطيئه؟ انا ما اقدرش يعني اقول لك على حاجه انا مش موجود فيها، فما تمام. اقدرش احكم عليها، بس اكيد يعني عايز اقول لك على حاجه برضو معلومه. يمكن نادي الزمالك في الفتره الاخيره، يمكن القضايا اللي انا بكلمك عليها دي كانت في فترات قديمه، كان فعلا اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها. لكن الفترات اللي فاتت كان كل اللاعبين اللي كانوا موجودين، مثلا اللي انا كنت يعني القضايا اللي انا كنت مسؤول عنها وتم تكليفي بيها، كان اللعيبه واخده فلوسها، ما فيش اي كان مشكله لاي لعيب تمام. حوالين مستحقاته. لو انت فاكر يمكن مايوكا، وكان كوفي، يعني كان في اكثر من حد كان شاكه في فيفا وتم رفضها بعد لما احنا قدمنا المستندات. فانت ما اعتقدش ان انت بتلاقي دلوقتي لعيب بيكون مش واخد فلوسه في نادي الزمالك، وهي دي النقطه بتبقى جوهريه بالنسبه للفيفا. تمام. ان هو يعني التاريخ بتاع النادي او الفتره اللي فاتت كان ايه، مشاكله او ماشيه ازاي لا انا علاقته بكلمك على باللاعبين. الفتره الاخيره، انت بتقولي الفتره الاخيره، فانا بقول لك حته ان انت تمام. كلاعب ما بيبقاش واخد مستحقاته ما كانتش موجوده. طيب فانا اعتقد ان يعني اكيد ممكن يبقى فيه حاجه في الموضوع ده، ممكن يكون مثلا يتم عرضها بشكل تاني مره تانيه تمام. حسب ايه، بس انا ما كنتش مطلع على الامور دي. رئيس الزمالك تساءل بانه ايه علاقه نصر عزام المستشار القانوني السابق للزمالك بالازمه دي، وانه ممكن يكون نصر عزام تعمد اثاره المشاكل للزمالك في الفيفا بعد رحيله عن القلعه البيضاء. لا بص يعني انت برضه لازم تبقى ايه، في نقط واضحه في هذا الموضوع. يعني انا دلوقتي كمحامي بيتم تكليفي في قضيه معينه، يعني انت مثلا في نادي الاسماعيلي تم تكليفي بقضيه المدرب، في قضيه تانية انا مش مكلف بيها هكذا. فانت كمحامي من خلال مكتبك بيبقى في زي ما انت عارف ممكن يتم تكليفك في حاجه بتعملها او حاجه تانية مش معاك. ايوه. فنفس الكلام برضو القضايا اللي كانت في نادي الزمالك، الحمد لله مجلس الاداره واحنا كنا شغالين الفتره اللي فاتت حصل نجاح كبير ان احنا نقفل كل القضايا القديمه، سواء من ناحيه التخفيض او الغاء التعويضات اللي هي كانت موجوده على النادي، وبعد كده او عدم توقيع عقوبات، وده كان نجاح تام. فكل القضايا اللي كانت موجوده كنا خلصناها، فالقضايا الجديده اللي هي كانت موجوده دلوقتي ما كانش تم تكليفنا بيها، تمام. تم تكليف محامي تاني، فما لهاش علاقه ان انت تبقى بتعمل حاجه ضد النادي، لان ما ينفعش. انت عارف طبعا في الاخر يعني انت بتتكلم في قضيه زي كده، اولا ما حدش طبعا عنده السلطه، ايوه. انت فاهم ازاي، ان انت يقدر يتحكم في حاجه هناك في الفيفا ان هو يخلي قرار يطلع بشكل او بغير شكل. انت زي ما انت شايف في قضايا تانية احنا موجودين فيها، القضايا كانت بتقعد سنه وسنتين فعلا، دلوقتي يمكن الاجراءات بقت اسرع دلوقتي شويه عن الاول، ولكن في الاخر اكيد بيبقى كل نادي بيتحرك في الناحيه القانونيه بافضل حاجه ليه. فما اعتقدش ان كان في تاخر او في حاجه، لكن الناحيه القانونيه اكيد هيبقى النادي بيشوف افضل حاجه ليه ايه وبيعملها. يعني وبالتالي انت ما كانش ليك اي دخل من بعيد او قريب في قصة الزمالك والنجاز؟ يعني انت شايف انت ينفع حد لو كده، لو كان كده كان الواحد بقى خد قرارات في صالحه في كل القضايا هناك في الفيفا. لو الواحد عنده القدره إجابة دي، تبدو لكن منطقية بصراحة. لكن في الاخر يعني في نقطه تانية، طبعا انت عارف يعني الواحد برضو علاقته بالزمالك ما لهاش علاقه بانت في قضيه معينه او لا. ففي اي حاجه انت بتيجي بتساعد اي حد، انت عارف اكتر من لاعب كان موجود برضو في نادي الزمالك، وكانوا مثلا لعيب الطايره محمد عبد المحسن كان واخد ايقاف 4 سنين بسبب منشطات ورفعنا عنه العقوبه. ففي اكتر من حاجه بيتم كان العمل عليها، ففي الاخر انت بتتعامل مع اي حد، يعني بيبقى ليه الحق هو يكلفك بحاجه زي كده، يكلف حد تاني بيها، في انت الاخر انت ليه ما بتشتغل بقتش على الحاجه اللي انت مكلف متعامل بيها. مع الزمالك حاليا؟ ليه ما بقتش مكلف بقضايا الزمالك؟ ما دي حاجه ما ترجعليش انا، دي حاجه ترجع طبعا لمجلس اداره، كل نادي بيبقى شايف حاجه بوجهه نظره يقدر هو يعملها، بس انا بقول لك الحمد لله ان الامور كلها اللي كانت موجوده اللي احنا خلصناها، يعني كان في مديونيه كبيره بسبب مجالس ادارات سابقه على النادي، وطبعا النادي تحمل كمان حتى بعد التخفيض، يعني كان في قضايا باكتر من 16 مليون دولار تقريبا على تمام. النادي من فترات قديمه، يمكن تم تخفيض اكتر من 12 مليون دولار منهم. تمام. طبعا دي كانت مديونيه كبيره، والمبلغ المتبقي طبعا مجلس اداره تحمله والنادي تحمله دلوقتي، ودي بتبقى مشكله، ولكن يعني الحمد لله الامور كانت ماشيه كويس. تمام. بشكرك. واكيد اكيد النادي في الاخر بيشوف دلوقتي ايه برضه اللي بيبقى في صالحه، واكيد بيعمله، فما بقاش فيها مشكله، واكيد ان شاء الله لو في فعلا حاجه في صالح النادي وحقه يقدر ان هو ياخدها في المحكمه الرياضيه. يعني شكرا جزيلا نصر عزام المستشار القانوني الإسماعيلي، مبروك مرة تانية نجاح القصة ونورتنا.